شاء الله دي بطولة أولمبية للدواسلون تحت رعاية الاتحاد المصري للترياسلون ودعم من وزارة المحافظ اللواء أحمد حامد محافظ السويس. البطولة دي خامس بطولة تقام على أرض محافظة السويس. محافظة السويس من أكثر البطولات اللي فيها لاعبين ترياسلون على مستوى جمهورية مصر العربية. الدواسلون عموما عبارة عن اللاعب بيبدأ السبق بتاعه بالجري، بيحط عجلته الأول في منطقة التبديل، بيبدأ السبق الجري، وبعدين يرجع ياخد منطقة التبديل يعمل كورس الدرجات اللي هو مكلف فيه، وبعدين يرجع يحط عجلته تاني ويعمل آخر حاجة اللي هو كورس الجري تاني. الترتيب ده السبق الرئيسي اللي احنا قاعدين فيه، المسافة بتاعته 5 كيلو جري، 20 كيلو درجات، 2 كيلو ونص جري. منتخب مصر زي اللاعب محمد خالد اللي احنا شفناه من شوية، ده أحسن لاعب في المنتخب. سباقات دولية كتير بنلعبها. عدد اللعيبة النهاردة من كل الأعمار كام؟ عدد اللعيبة 165 لاعب من 8 محافظات و 8 أندية. 8 أندية مؤسسة نادي سبيرت، مؤسسة السويس، نادي الصيد والمنصورة، نادي الرمل، نادي منتزه بدري بالسويس، نادي شرقية الدخان.